واخيرا وصلتنا. واو على الباكجينج، اول شيء كتير حبيت، كتير كتير كتير. فهاي هي العلبة الاساسية، من هون تكبسه وهون محل الشاحن، وطبعا مع شاحن ومع علبة محل ما بتعبوا الميك اب مشان تبخوها بخ على وجهكم، ومع علبة تانية. هلا عرفت انه هاي ما بس تستخدم للميك اب، فيكم تعملوا فيها كيك، يعني بتعبوا هون ملونات الجاتو بترشوا على الكيك. وهذا الراس تبع البخاخ بنركبه على هاي. anyway guys، العلبة كتير اكابرية وكتير كواليتي رائعة، الجودة فظيعة، كتير تقيلة. العلبة اللي بتعبى من الميك اب بحطها فوق. guys اول مرة بتجرب الاير براش، كتير خيفاني، متحمسة عليه للجاتو اكتر انا الصراحة. هلا حاخد الفاونديشن تبعي واعصر عصرتين بقلبه وعلقها من هون، اتركها دقيقة كاملة هي لحالة بعدين بتطفي. بعدين ما نطرناها خلينا نحط المرطب على وجهنا والبرايمر من عن نيكس. هدول اهم خطوتين اصلا عشان يطلع الميك اب تبعكم ظابط. سو بعد ما بتطفي لحالها مكتوب اني برجع بفقسها مرة تانية، وهالمرة لازم يطلع منها الميك اب. فقررت اني اجربها على محرمي. اللون كتير خفيف نايس، يعني حلو لميك اب طبيعي. سو جايز مثل ما انكم شايفين كتير اللون طبيعي. واو هذا النص عملت فيه بالاير براش وهذا النص بلا. هاي وش كامل فيها، صحيح عطتني ميك اب طبيعي بس عطتني التغطاية كاملة حتى على العروق والحبوب. في شيء فيها ما حبيته انه بتدور دقيقة وبتطفي، بس فيكم دغري ترجعوا تعلقوها. anyway حاعمل الفول ميك اب وارجع لكم. سو جايز هذا اللوك الاخير، كتير شيء ناعم وطبيعي. سو اذا انتم ما بتعرفوا تعملوا بلند بالبيوتي بلندر بنصحكم فيها، لانها بتوزع الميك اب بشكل متساوي على البشرة. I love you.